مشاهدينا اهلا بكم من جديد. اسمحوا لي بعض التعليقات. اي انسان عنده اقل فهم للديمقراطيه وادنى فهم للحياه السياسيه من المستبعد ان يشارك بانتخابات تحت قانون الصوت الواحد والنسخه الممسوخه منه التي مررها البرلمان المزور. وائل بنيهاني: ما في حد بدور على مصلحه المواطن، كل واحد بيفكر بحاله. إسلام أبو طالب: مع المقاطعة الحركة الإسلامية أكبر من هيك، مجالس مسخرة، مجالس تزوير. عمر الكردي عبر تويتر: مقاطعتهم أكبر دليل على عدم اكتراثهم بالبلد. جوردن عبر تويتر: حسب توقعاتي على الذي يحصل ومطالبات الشعب بالإصلاح وتراجع شعبية الأخوان فإنهم لن يجازفوا بالنزول للانتخابات. معتصم عبر تويتر: عفوا بس هاي حجة ضعيفة، لو شايفين حالهم قدها ولهم قاعدة شعبية يترشحوا يخسروا ما يقولوا تزوير حتى يجيبوا دليل. وليد أبو حسين يقول عبر الفيسبوك: كل الكلام على الفاضي لأنه ما إله في مناقشة مدروسة للقانون، سينتج نفس القانون السابق نفس المجلس. ياسر: إن كان القانون الصوت الواحد سيعود فعلى جميع القوى السياسية أن تقاطع. سيد أسامة يقول: يعني لو عملنا إحصائية للشارع بدون تدخل أي حزب نرى أن المواطن فقد الثقة بالنواب كافة. عمر: بالنسبة للقانون الانتخابي الأخوان بيعرفوا أنه ما في غيرهم حزب موجود بشكل كبير على مستوى الأردن. الأخوان المسلمين بالأردن لا يأخذوا ولا بيعطوا مصاريع 50% من عدد مقاعد البرلمان، مع النسبة 30% كانت منصفة إلهم. هذا عمر عبر تويتر. وهناك العديد من التعليقات، اعذرني ما بقدر أقراها. أستاذ السام تفضل. لا أنا حتى بديش نظل نعك في نقطة واحدة، خلينا نسعى النقاش بس موضوع الملكية الدستورية. يعني مرة واحدة يعني هدف الإصلاح ملكية دستورية، أنا بعتقد أنه يعني الآن مش واقعي. أنا مع خطوات تدريجية طيب. توصلنا إلى النظام النيابي الديمقراطي حيث في ثلاث سلطات، وسلطة البرلمان هي السلطة الأولى، هي التي تشكل الحكومات، ولا سلطة فوق سلطة الشعب ممثلة في البرلمان الممثل طيب. للشعب. كيف نعم. بدك من الأسلاميين أنهم يتحاوروا مع مين؟ يتحاوروا مع حكومات عندها ولاية ولا مع مجلس نواب سيد نفسه؟ شوف يعني أنا وافقك إنه الطرف الآخر المشهد اللي هو فيه لا يسر الصديق، يعني غير موحد ومقسم ومشتت، وهذا يعني إلى حد ما يعني يساعد الأخوة في الجماعة على يعني التحلل من هذا الالتزام. أنا بنطلق بكل صدق من موضوع أن المعارضة الوطنية معارضة مسؤولة، يجب أن يكون في واردها وخاطرها وسلوكها السياسي كيف ننقذ البلد من مآزق السياسية والاقتصادية المختلفة، كيف نحافظ على السلم الاجتماعي، كيف نحافظ على كيف يعني حتى لو اضطرينا أن نقدم تنازلات بين قوسين مؤلمة حتى نخطو خطوات إلى الأمام. الآن منذ أكثر من سنتين، بديش أقول من الربيع العربي، والعلاقة بين النظام والحركة علاقة يعني صراع طيب. وخلينا أقول أن النظام هو اللي قاعد بزحف على الحركة ليحجمها، لأنها بصراحة بلشت تطلع من تحت الإبط، لذلك بده رجحها، بدك تستقله، معناته بدنا معادلة جديدة طيب. هلأ هذه المعادلة الجديدة يجري الصراع حولها والتفاوض تحت الطاولة عليها، المعادلة بين النظام السياسي الأردني والحركة الإسلامية نعم. الآن النظام عم بيشوف يعني ماذا يجري في العالم في المحيط، فباتت الحركة الإسلامية بالنسبة له يعني وهي كذلك بدأت تشعر إنها يعني صار عندها عزوة جميل. صار عندها يعني في مصر هي باركنا لسماحته بانه الشيخ مرسي بالشيخ طيب. مرسي طيب. بالاخره هلا انا واضح بتقول لي ايش بدك انت من مع مين يتحاوروا؟ بس اجبني بهذا السؤال، بدهم يتحاوروا مع الحكومه اللي هي العنوان طيب اللي هي اسمح لي بعنوان الحكومه لا على السريع انا بعتقد يعني هلا اليوم صوت المجلس على صوتين، صوت الفردي وصوت للقائمة ب17، وأنا غير راضي وقدمت اقتراح بديل على الأقل. يعني أنا متأكد
لو شاركوا وأظهروا يعني نوايا لتنازلات عن هذا السقف العالي، لغير النواب تصويتهم؟ لا انا ام لغيرت الدائره الاملاء على النواب بالتصويت؟ انا بحكي لن نشتغل بهذه الطريقه يا سيدي. طول عمركم تشتغلوا، لا لا طول عمركم تشتغلوا حتى امبارح. لا مش صحيح، والله مش صحيح، صدقني طول عمركم تشتغلوا. ليس صحيح، احنا مكشوفين وبتحداك تجيب اي حاله ثانيه. انتم مش مكشوفين، انتوا احنا جن يا زلمه، احنا كل الاردن جماعه الاخوان المسلمين، تنظيم سري في الشمالية حد بيعرف شو فيها. غير صحيح. الانتخابات بداخلها المرأة ممنوع تشارك. الشباب فوق سن 25 أقل من 25 ممنوع يشاركوا. تنظيم غير مرئي، غير خاضع للقانون. ولا حركة السياسية مع الآخر مش. لا هذا أنتوا تنظيم يعني. أي شيء بتعمله في هذا السياق. طيب. شيخ سالم، مخرجات لجنة الحوار الوطني مرفوضة. مشروع قانون حكومة معروف البخيت ما عجبكم، مشروع حكومة الخصاونة مرفوض، رجعنا لسطر واحد. أضف إلى ذلك الشيخ زكي بن رشيد يطالب بحوار مباشر مع الملك كونه صاحب الولاية والذي يمكن له ضمان المطالب، وأنت الآن في اليوم بتقول المطالب الست هي ملكية دستورية لكنها لم تسمى بالملكية الدستورية. مش تعارض هذا؟ نتحاور مع الملك وبدنا ملكية دستورية؟ جميل. نعم، الملك مثقف ثقافة عالمية كبيرة، وهو أعرف من الكثيرين بالأنظمة السياسية العالمية التي ارتضاها العالم في 2011 و2012، وقد ذكر في 2005 أن ليس لديه مانع من أن يتحول الشعب الأردني إلى مثل هذه الحالة، وهذا الكلام صحيح منشور صحيح وموجود. فلما التخويف أن الملك يرفض تقدم الأردن إلى الأمام؟ الملك قال بلسانه الصريح أنني منذ فترة طويلة أبحث عن شركاء لإجراء إصلاح سياسي حقيقي. الملك يقول في كل يوم لقد خذلتني المخابرات في عدة مواقف وأثارت حولي مشكلات وحاولت معالجتها، وذكر هذا أمام الناس جميعا. الحديث عن، أنا لا أقول النقاط الستة هي الملكية الدستورية، أقول محتوى ما يطالب به الشعب الأردني، محتوى مشروع الإصلاح الذي قررته قيادة الحركة الإسلامية لا تختلف كثيرا عن الملكية الدستورية في بعض جوانبها الرئيسة، وهي عودة السلطة للشعب، هذا ما أقوله، لكن لا أقول أن هذه النقاط الستة. أقول لك إذا سمحت، أنتم لا ترتضون بمخرجات لجنة الحوار، هل أنت جاد في هذا السؤال؟ أين هي مخرجات لجنة الحوار؟ سيدي أنتم لما طلعت أين هي؟ ما تقول أنا ما بتقول لي الآن وين هي، أنا بسألك في لحظتها، أرجوك يا شيخ سالم. ماشي، أنا معك أتفهم سؤالك. نعم. أنا في لحظتها أنت رفضت. أنتم رفضتموها كحركة. سيدي تفضل. أنا سياسي يفترض أن أقرأ ما بين السطور. نعم. وإن لم أكن قادرا على التعرف ما ستؤول إليه الحال بعد شهرين أو بعد سنة، فلست بالسياسي المطلوب ولست بالحركة الإسلامية المطلوبة. أنا إذا سمحت، أنا علمت أن هذه اللجنة، نعم، علمت أن مخرجات هذه اللجنة ستذهب أدراج الرياح، لأن طريقة تشكيلها وطريقة اختيارها وعددها واضح أنه من أجل فقط يعني الانحناء للعاصفة، وبالتالي بينت هذه النتيجة. فأنا يجب أن تقدرني الآن لأنني رفضت الانخراط في تمثيلية على الشعب الأردني وليس على الحركة السياسية. قالوا إذا والخصاوي. الحوار مع البخيت، أنا جلست مع البخيت جلسات عديدة لما كان رئيسا للوزراء، تمام. لما كان في عهدي الأول، ويفترض أن يكون في عهدي الأول أقوى، ولكن ما كنا نصل بيوتنا، أنا ما كنت أصل بيتي إلا ويخرج تصريح في الإعلام بخلاف ما تم الحوار عليه مع الحكومة في رئاسة الوزراء، وقلت له هذا بالحرف الواحد، ودعاني يوما إلى أن أذهب أنا وإياه إلى الملك من أجل إخراج الأربعة المعتقلين، فرفضت ذلك. قلت تبين لي وتأكد لي أنكم لا تملكون صلاحيات، والحديث معكم غير مقنع. هذا في 2007 يا أستاذ. وأما الحوار الجديد مع البخيت والحوار الجديد مع الخصاونة، عندما حاورت الحركة الإسلامية الخصاونة اتهمت، وقيل أن الخصاونة أعطى حظوة للحركة الإسلامية واعتبرت تهمة. يا أخي، دلونا على منهجية تتعاملون معها بحيث لا تستخدمون الشيء وضده في الوقت نفسه. أن نحاور الآن حكومة فائز الطراونة على ماذا؟ قل لي على ماذا نحاوره؟ على قانون الانتخاب مثلا؟ على قانون انتخاب انتهى، على قانون أحزاب انتهى. يعني هل يرفع رأس الأستاذ بسام الآن قانون الأحزاب الذي أقر؟ هل يرفع رأسه الآن قانون الانتخاب الذي أقر؟ يعني لو اشتركنا بالحوار وتيقنوا أننا مقبلين على المشاركة، هل سيتحسن شروط قانون الانتخاب أم سيزداد سوءا؟ بالعكس، هم الآن يبحثون ما هو القانون الذي يبعد الحركة السياسية عن المشهد الفعلي الحقيقي، ويقررون قانونا على أساسه. أخيرا بدي أقول لك بهذا الحال، إن محاولة شيطنة الحركة الإسلامية ليس للإساءة للحركة الإسلامية فقط، هذا واحد من الأهداف،
إنما المقصود هو شيطنة الحراك الإصلاحي الشعبي الأردني، بمعنى انت نزع الثقة بين الحركة الإسلامية وهي الجسم الواضح في الحراك الشعبي من الأجسام الواضحة، وبين مكونات الشعب الأردني التي أصبحت أكبر من الأحزاب السياسية في حركها الشعبي، من أجل دق هذه الأسافين للثقة بين الحركة الإسلامية والحركة السياسية وبين الحراك الشعبي في الإصلاح. ولذلك إحنا مش طربانين ولا كثير مروعين ولا نستجدي أحدا أنه في علينا هجوم. طيب، على الحركة الإسلامية. الهجوم هو على الشعب الأردني. أسمع ردك وعلى مشروعه الإصلاحي. أسمع لك سؤال تعليق سريع. تفضل. يعني الأستاذ سالم بتسأله من حقه، إحنا مع مين نحكي؟ طيب أنا بسألك أنت مع مين بدك تحكي؟ بدي أحكي مع جلالة الملك. طيب أنا جاهز. وأنا جاهز اليوم لأن بدي أحكي مع جهة صاحبة قدرة لديها إرادة سياسية تتجاوز هذا المجلس النيابي، مع احترامي وتقديري هذا المجلس الذي ما أظن بقيت جملة للهجاء من أردني عامي أو متعلم أو مثقف إلا وذكر. طيب، في هذا المجلس. طيب، الذي من سوء حظ الأردنيين، الذي من سوء حظ الأردنيين أنه يأتي في فترة يشرع لمرحلة قادمة. طيب، من سوء حظ النظام ومن سوء حظ الشعب الأردني. الحوار مع الملك سبسا. الحوار مع الملك تفضل. أنا أعتقد الملك يجب أن يكون للجميع وليس خصم وطرف حوار. يا الله أكبر يا سلام. سيدي الملك يذهب إلى وادي عربة. طيب، لا الملك يذهب إلى وادي عربة ويحاور العجائز. لا فلا يسيء للملك أن يحاور الحركة السياسية. لا اجعل الملك، أنت لا تقبل أن يحاور الملك شعبه. لا أنا محاور شعبه يسمع شعبه. وإحنا مش جزء من الشعب يا سيدي. أنت قوة سياسية يقعد الملك يقبلك يحاورك. لا ما يقعد يقبلك. لا ما بقعد. لا أنت مفروض تحترم نفسك عفوا كحزب سياسي وتطلب بأن تحاور رأس النظام. لا أن تقبل أن تحاور أمين عام أي حكومة. لا تملك من أمرها شيئا وأنت متيقن من ذلك. أرجوك يا شيخ سالم نسمع أستاذ بسام تفضل بعجالة. أرجوك سالم. أنا رمزيا لا أقبل أن أضع الملك خصم. خصم المحاور خصم. بدك مفاوضات معاه. بس أنا لو أعلم هذا تفكيرك السياسي ما حاورتك. إذا كنت تعتبر انتقاص من حق الملك أن يحاور الأردنيين الشرفاء هذا كلام جديد لا أعتقد أردني يوافق عليه. بين أن يسمعك أو يجلس معك على طاولة مفاوضات. أنا أقول يسمعني، أنا ما أقول طاولة مفاوضات. يحاورني عم تقول. أن يسمع يحاورني الحركة الإسلامية يا سيدي. الله يحاور. طيب يا أستاذ، الله يحاور. شوي علي هيك هذا كفر. الله يحاور. بلى. يحاور؟ نعم. استغفر الله. نعم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال إبراهيم لله تعالى. طيب. ربي أرني كيف تحيي الموتى. اسمح لي. طيب. هلا الملك لا يوافقك يا أستاذ بسام على هذا التنزيه الذي في غير محله. أنا لا أنزهه، أنا أريد الملك باعتباره رأس الدولة أن يكون للجميع ويسمع الجميع، لكن أن لا يكون خصم وطرف بمفاوضات. لما لا يحورني أنا وإياك وبقية الشعب الأردني؟ أنا لا أقول الصفقة اللي بدك إياها مع الملك أنا بجوز ما رضاش عليها. أنا ما بتحدث عن صفقة. المفاوضات شو؟ المفاوضات شو هي؟ مفاوضات هي طرفين يتفقوا على صفقة. شيء ما في مانع. أنا أطلب أن يحاور جلالة الملك الشعب الأردني. يا أخي ملك الصفقة معاه. أنا ما عمش مجميتني. طب اسمع وجهتنا. أنا بدي أكمل. أنا أرى أن يحاور الملك الشعب الأردني وآخر من يحاور الحركة الإسلامية. الملك ماشي؟ سمع كل الناس. لا ما سمع كل الناس. لا سمع لا ما سمع. سمع عن طريق المستشارين الكذبة الذين يزورون الحقائق ويقدمون له الصورة الكاذبة ليس صورة الوطن. لم يصل وجودكم للشارع. يا سيدي قاعد معهم فيس تو فيس. طيب قاعد معهم وجوه لوجه. وكان الأستاذ سالم موجود؟ لا ما لم أكن موجود. بجوزه ما كانش موجود. لا بجوزه كان التيار الثاني. ما فيش تيار ثاني. لا هو جلس مع القيادة التنفيذية ما في تيار ثاني. بجوز قاعد معناته جلس. طيب واجتمع لكم. طيب أما بدك يمسك ورقة وقلم ونعمل واتفقنا ولكن مفاوضات. حسبي الله ونعم الوكيل. أنت رجل سياسي يا أستاذ احكي كلام سياسي. علمي اترك هذا الكلام. أنا لأني سياسي. طيب بقول ذلك. لا مش سياسي. بقبلش صفقة بينك وبين النظام. بدي أكون أنا جزء. أنت مدافع. إحنا وقتنا اليوم انتهى. أرجوكما سعادة النائب بسام حدادين الشيخ سالم. هو تريد أن يبقى وضع الأردن ألعوبة وأضحوك أمام العالم. ضيفي الكريمين أرجوكما، يعني وقتي اليوم انتهى، لكن أعتقد أن هناك الكثير بعد لنتحدث عنه. إذا يعني سندعوكم قريبا لنكون في جلسة أخرى نستمع فيها لأمور أخرى. إذا عندك تعقيب بثلاثين ثانية أرجوك سبسام وأسمع للشيخ سالم بثلاثين ثانية. أنا يعني بثلاثين ثانية. أنا أريد قوة الحركة الإسلامية بهذه المتغيرات التي طرأت على خطابها السياسي
أن تكون في خندق الإصلاح وأن لا تبقى في الشارع. طيب هلا هذا بدنا نبحث كيف يعني صار معنا الوقت كل حال ضيق جدا. قانون الانتخاب قر مش عاجبهم. طيب ماشي مش قانون يعني عاجب أحدا. شيخ سالم بثلاثين ثانية أنا مش عاجبني الشارع. تفضل. للشعوب العربية كلها وللشعوب التي نالت حريتها التعبير عن الرأي عندما لا يجد سامعا، الشارع مباح ضمن الدستور والقانون أن يخرج المواطن ليطالب بإصلاحات تعني بلده. نحن قررنا أن سقف الإصلاح هو إصلاح النظام وليس الانقلاب على النظام، ثم منهجية الإصلاح هي السلمية في المنهجية، ولذلك احنا حريصين على بلدنا. أنت سألتني سؤالا أجبتك مع من تريد أن يحاوركم؟ قلت لك أريد أن يحاورنا صاحب القرار، لكن أنا أتمنى أن يحاور صاحب القرار وهو يتشرف والشعب الأردني يتشرف بحوار الملك على أن يحاور الجميع وتكون الحركة الإسلامية آخر المحاورين. أما أن لا يستمع إلى الحركة الشعبية فهذه مشكلة الحقيقة. أنا يعني بدي أشكركم كل الشكر ضيفي الكريمين. مشاهدينا إلى هنا وصلنا لنهاية حلقة الليلة من نبض البلد. لقاؤكم يتجدد غدا مع زميلي الدكتور مهند بيضين. مني أجمل تحية، تصبحون على ألف خير.